لو الحكايه فيها ان فيتو. وبجد انتوا مش متخيلين قد ايه بيسعدنا متابعتكم لاخبارنا واهتمامكم بانشطه الحزب على مستوى الجمهوريه. اللي هنقدمه لحضراتكم دلوقتي ده مجموعه بس من الفعاليات اللي حصلت في الاسبوع اللي فات واحده، وهو كلام صادق بياكد ان في مصر احزاب جاده عايزه ان في مصر يكون فيها حياه سياسيه بالفعل متصله بالشارع وبالفعل بتبني شعبيه للاحزاب المصريه. خلوني اقول لحضراتكم ان في وسط اهتمامنا بان احنا نشتغل في الشارع كنا برضو مهتمين بان حزبنا يكون حزب ديمقراطي وانه يستكمل بناء المؤسسات بتاعته. فلذلك بحكم اللائحه عندنا احنا عندنا استحقاق مهم جدا اسمه انتخابات المكتب السياسي. بالفعل احنا جاري عندنا التجهيز لانتخابات المكتب السياسي. انتخابات المكتب السياسي للحزب هتعقد يوم السبت القادم. المكتب مكون من 6 اشخاص اتقدم للانتخابات 26 شخص منهم 11 فوق السن ومنهم 9 شباب ومنهم 7 مرأة. اجمالي العدد 27 هو 26 لان احنا عندنا بنوتة جميلة مترشحة كمرأة فبالتالي هي بتحمل الصفتين. لكننا فخورين جدا ان من المترشحين للمكتب السياسي عندنا 16 شاب وامرأة. دي حاجة احنا بنفخر بيها جوه المصريين الاحرار ومتفائلين ان احنا نعلن لسيادتكم نتائج انتخابات المكتب السياسي اللي تليق بحزب المصريين الاحرار. اول خبر معانا من مدينة السلام. في حملة احنا بدأناها من فترة طويلة، الحملة ديت اتظلمت جدا، اسمها حملة حقك من حقك. الحملة ديت ابتدتها امانة المرأة في المصريين الاحرار، ودي امانة احنا بنفخر بيها جدا لان هي مهتمة بجد ان هي توصل للشارع. حملة حقك من حقك هدفها ان هي تعرف المصريين ايه حقوقهم؟ ايه موضوع بطاقة التموين الجديدة؟ لازم ان انتم تعرفوا ايه حقوقكم في بطاقة التموين الجديدة، لازم ان انتم تعرفوا كل حقوقكم كمصريين. حملة بدأت شغل جاد جدا في مدينة السلام، اشتغلت على موضوع رغيف العيش وعلى موضوع التوعية بالبطاقات التموينية بنشاط قوي جدا في مدينة السلام. برضو المصريين الأحرار في مدينة السلام كانوا مهتمين جدا بتنسيق زيارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف بتجمع كل فئات المجتمع، يعني كل فئات المجتمع تهدي بعضها سواء في الأعياد أو في مولد النبوي الشريف، سواء في أعياد إخواننا المسيحيين أو في المولد النبوي الشريف. لازم إن احنا نشوف المصريين كلهم بيتواصلوا مع بعض وبيقربوا من بعض، وده نشاط كويس قوي عملته مدينة السلام. في اسكندرية كان عندنا ذكرى ما نقدرش ننساها، ذكرى أليمة بس ما نقدرش إن احنا ننساها. ذكرى كنيسة القديسين. المصريين الأحرار في اسكندرية ساعد في إحياء الذكرى بتاعة كنيسة القديسين، عملنا وقفة صامتة عشان خاطر نحيي الذكرى المؤسفة دي. وبرضه كنا مهتمين في نفس الوقت بالأطفال في العام الجديد، فكنا مهتمين بإن احنا نهادي أطفال اسكندرية بهدايا بمناسبة العام الجديد، وكنا مهتمين إن احنا حتى ننزل لهم في الشوارع بأشكال ظريفة عشان خاطر نقدر إن احنا نفرحهم بالسنة الجديدة. في الفيوم كان في مؤتمر مهم جدا جدا جدا. حضراتكم كتير منكم تابع المؤتمر المركزي اللي عملناه عشان خاطر الوصول لأجندة صحية موحدة ما بين كل الأحزاب المصرية. ده كويس جدا إنه يحصل على مستوى القاهرة. لكن أوقات كتير قوي الأقاليم بتتظلم، لأن أوقات الاحتياجات الصحية للأقاليم بتكون مختلفة. فكان في مبادرة طيبة جدا من الحزب في الفيوم ومن السيد أحمد ربيع إن يتعمل زي اجتماعات لمناقشة إيه الملفات الصحية اللي لازم يهتم بيها الحزب في الفيوم. وعلى فكرة الموضوع دوت ما انتهاش بمجرد سياسات صحية، انتهى بمبادرة لدعم عدد من الأطفال في الاحتياجات الصحية بتاعتهم في الفيوم، وده هنعلن عنه بالتفاصيل تاني قريب قوي لأن الموضوع ده أنا أعتقد إنه هيكون مهم جدا. في دير مواس كان عندنا مسابقة لحفظ القرآن الكريم، احتفالات فنة بالنتيجة بتاعتها بمناسبة المولد النبوي الشريف. في سوهاج كان عندنا نشاط مهم جدا متعلق برضه بتفعيل مكاتب الخدمات وحملة حقك من حقك. في مجموعة من قيادات الحزب، أستاذ أحمد حناني وأستاذ إيليا ورد، مجموعة من قيادات الحزب كانت بتهني رؤساء الأحزاب بالمولد النبوي الشريف وبتوصل لهم إيه المطالب بتاعة المواطنين في الشارع، إيه الحاجات اللي الناس عايزاها في الشارع وإيه الاحتياجات بتاعة الناس في الشارع. في الزيتون كان عندنا اجتماع مهم جدا، اتجمع كل أمناء التثقيف والتدريب على مستوى القاهرة، اجتمعوا في أمانة الزيتون وقعدوا مع بعض يتكلموا ازاي الفترة اللي جاية ندعم فيها التثقيف وندعم فيها التدريب، ازاي نقدر اننا نضمن اننا نقدر ننور العقول في وسط اللي احنا فيه
دلوقتي. اجتماع جيد جدا ونتوقع ان هتطلع منه نتائج طيبه. احد هذه النتائج هو افتتاح مكتبه خاصه بحزب المصريين الاحرار في الزيتون، وهي مفتوحه لكل مصري يحب انه يطلع اي كتب سياسيه في الزيتون او في اي مكان. في شبرا استاذ رائد المقدم عمل مبادره جميله جدا متعلقه بان احنا نفرح الناس في العيد، ان احنا نفرح الناس في الاعياد، فكانت مبادره ان احنا نقدر نلم الملابس المستعمله ونقدر ان احنا نوزعها على المحتاجين. استاذ رائد المقدم قام بالمبادره دي، وكانت مبادره جيده جدا وناجحه جدا حصلت في شبرا. في امبابه مكتب الخدمات اتاسس وابتدى ان هو يشتغل بشكل عملي جدا، وابتدى انه يتواصل مع الناس في الشارع. عارف كل الوجوه اللي موجوده في اللوحه هم ناس مؤسسين للحزب ونشطين جدا، الاستاذ احمد رجب والاستاذ مينا وديع، بس عايز اذكر عم لمعي برضو او استاذ لمعي او الحاج لمعي او اي حاجه. الراجل ده راجل كفيف، وكونه كفيف ما اخروش عن العمل العام، كان دايما مبادر وكان دايما بيشتغل مع الحزب. يا اخوانا فكره ان ذوي الاحتياجات الخاصه محتاجين تمييز عشان خاطر يكونوا موجودين في البرلمان، دي مش فكره حقيقيه. كتير من ذوي الاحتياجات الخاصه فعلا نشيطين وفعلا رموز، وهنحاول اننا نقدم كتير منهم في الفتره اللي جايه، ناس حقيقيين مهتمين بان يكون في شغل حقيقي على الارض. في الحوامديه عملنا حمله ناجحه جدا اسمها حمله اعرف مرشحك. الهدف منها ان احنا نقول للناس ينتخبوا ازاي، ايه المعايير اللي انتوا تنتخبوا على اساسها، هل تنتخبوا تاني على نفس المعايير القديمه، ولا لازم ان انتوا تحطوا معايير حقيقيه تقدروا ان انتوا تنتخبوا بيها المرشح اللي امثل لان هو يمثلكم. في عيد شمس ابتدينا حمله مهمه قوي، اعتقد ان هي لو نجحت في عيد شمس هيكون عندنا اهتمام بان احنا نطلقها على مستوى الجمهوريه.